للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج عقوري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جورج، أرحب بك في البداية وأبدأ معك بدخول مرحلة التصعيد لجغرافيا جديدة ما بين إسرائيل وما بين لبنان، كيف ترى السيناريو القادم؟ لك والمشاهدين الكرام، أهلا بك. إن التوسع أصبح أمرا مفروغا منه لأن الحرب طالت وهي قاعدة تكاد تلامس العام، وهي يعني استهدفت ضربات حتى في العمق اللبناني أكثر حين استهدفت وادي فعرة في الهرمل أو استهدفت بعلبك. فلن يعد الحدث إن وجهت ضربة إسرائيل في الجنوب أو إن وجهتها في البقاع أو في الضاحية. المشكلة أننا نعيش حرب بشكل آخر، حرب قد لا تكون متواصلة وتقليدية واجتياحات، وإنما حرب ضربات موجعة ومكثفة. أستاذ جورج، ماذا عن محاولة احتواء هذا التصعيد من قبل الجانب الأمريكي والتصريحات الخاصة بالتخوف من السيناريوهات الأخطر؟ إن الإدارة الأمريكية سعت إلى محاولة احتواء الحرب، ولكن لاحتواء الحرب هناك شرطان أو لاعبان، اللاعب الإسرائيلي واللاعب الإيراني من خلال حزب الله. حتى هذه اللحظة حزب الله يصر على ربط مصير جبهة لبنان بحرب غزة وبمصير غزة. في المقابل اللاعب الإسرائيلي لا شيء يردعه، من يمارس الإجرام بهذه الصورة المقيتة في غزة لن يردعه لا تمني ولا تهديد ولا وعيد ولا أي شيء عن القيام بما يخطط له. من هنا يعني لم يستطع اللاعب الأمريكي أن يفرض هذه التهدئة، والمطلوب ربما أن تكون المساعي بمقاربة الملف بشكل حقيقي وجدي، أي بمقاربة المشكلة الأساس التي أدت إلى فتح الجبهة، أي وحدة الساحات، أي الأجندة الإيرانية التي تعتمد على استخدام أوراق لها في العالم العربي من أجل تحقيق مآربها، في حين أن المرشد الأعلى الخامنئي بالأمس يقول أن التراجع قد يكون تراجع تكتيكي وما إلى ذلك، وفي حين أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يبرر لإيران عدم قيامها انخراطها بالمعركة بشكل مباشر أو عدم حتى إسراعها إلى الرد على اغتيال هنية. شكرا على هذا التوضيح وهذه القراءة في المشهد اللبناني. أستاذ جورج عقوري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا لك.